السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم جينا واحد الدرس كيفاش نديروا نخيطوا مخده على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا هنايا اللي هي بالكوردون. تقدروا تشوفوا الموديل اول مره غادي يجيكم سهل، غتقول لي الطريقه راه سهله، ولاني انا نطلب منك تفكر فيها كيفاش غادير تخدمها من غير الناس اللي هما تيخدموها، اللي هما خدموا هذا الموديل وسبق لهم خدموه. انا نطلب منك قبل ما تشوف الفيديو حاول تخدمها، الا كنت معلم حاول تخدمها وغتلقى معاناه لان ما ماشي بسهوله، لان انا براسي طلبوها مني وحيرتني، يعني ماشي بسهوله جيت وخدمتها. فكرت فيها انه بالاولى وانه درت جميع الطرق، لقيت طريقه واحده اللي كتطلع بها هذه الخدمه هذه، هي الطريقه اللي غنوريكم ان شاء الله. بقوه ما انكم تشوفوها تقولوا راه سهله، ولاني فاش تحط الموديل وتجي تخدمها ما غتطلعلكش بداك الشيء اللي تدور لك في دماغك. يعني طريقه واحده هي اللي غنوريكم ان شاء الله في الحلقه كيفاش غادي تجي. المهم طلبوا مني الاخوان في اكثريه في الجزائر طلبوا مني هذه الموديلات، مازال كاين موديل اخر تيجي من هنا قوس وتيجي هكا غادي، حتى هو ان شاء الله غادي نشتغل عليه، ولكن هذاك تيصلح خصو توب واقف. انا عندي مع اليوم كانت انا اليوم عندي غير هذا التوب هذا اللي هو عندي، حاولت نديرو في هذا التوب هذا وراه صعيب ما ساهلش في الخدمه ديالو. المره الجايه ان شاء الله الموديل اللي هما طلبوا مني اللي هو التقاوس، يعني هذاك غادي نصابو في توب واقف باش يبان مزيان ويجي حتى في الشكل مزيان. المهم اذا كان الدرس يستاهل ما تنساوش لايك، وما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك الا كنتوا اول مره تشاهدوا القناه، وما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش الفائده توصل للجميع. وندوزوا للدرس وتشوفوا ان شاء الله كيفاش درناها. المخده اللي عندنا هي هذه كما كتشوفوا هنا، مخده فيها 56 ديال السنتيم على 70 ديال السنتيم. غادي نحتاجوا منها غير وجه واحد اللي غنطراسوا عليه، وهذا غادي نحيدوا لهاد الجهه، حنا غنحتاجوا غير هذا. عندنا قطعة ديال التوب اللي حنا اشتغلنا عليها قبل، قطعت فيها تقريبا 70 سنتيم، وقطعت فيها هنا في الأرض 40 ديال السنتيم، فيها 40 سنتيم. هادشي كله باش تعطيني الزواقة. أنا شنو تندير هنا؟ تنحط المخدة ديالي هنا على شكل المخدة بهاد الطريقة هادي، وتنحدد أنا عشوائي تنحدد القياس اللي انا غنشتغل عليه كيفاش ندير الطريقه نشتغل عليها. اذا هنا تنشوف المهم الاختصار خصني نختصرو هنا لتحت، يعني نحاول نجيبو هنا نشوف هذيك الساعه عيني ميزاني في الزواقه اللي انا غنصاوب. اذا المخده هنا من الاحسن نبداها من هذا المكان هذا، دانت كانت شوف انا راه كنخدم بعيني ميزان تنوجد القالب الاول. يمكن لكم تستعملوه نتوما في ورق مقوى، انا مهم دائما تنوريكم كيفاش ديروا تخدموا الطريقه وكيفاش يمكن لكم تستعملوا القالب ديالكم بيديكم، ما تحتاجوش واحد اخر عاد تراسيوه ولا هادي، يعني كيفاش دير ترسموا باش توجدوا تخدموا قبل. اذا القالب هو هذا تنحاول نجيب لهنا وهنا تنحاول نضربها كبيره هكا لهذا المكان هذا، ومن بعد تنهبط لهذا الجنب كيف ما كتشوفوا هنا. صافي هنا خرج، هنا صوبت الزواقه ديالي اللي انا محتاج، تبقى لي نقطعها بالمقص. هنا انتهيت، ما نهضروش مع هذا دابا بلاتي. دابا غادي نجيو للقطعه اللي غتخصنا هنا في الجنب، غنخرجوها من هذه القطعه هذه اللي هي عندنا قبل، تنحطوها حتى هي في نفس العمليه، كنحطها الحرف دابا هنا لتحت منها النيت، تنتاكد من الماء باش يكون حاط مع المخده، يعني بحال المخده ديالها. وعندي غرض انا من هنا عيني ميزاني، شوف دائما عيني ميزاني اللي تفصلوا عليها انه بالاولى هي اللي غتفصلوا عليها المخاد اللي هما من بعد غادي يجيو.
هنا فصلناها هي هذه القطعه اللي غتجي هنا بالكوردو غتغلف حتى هي باش عطينا الزواق هذه المخده تكمل. وعندنا اذا هاد القطعه هذه وعندنا القطعه هذه. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نقلب على الوجه ديال المخده، الراس ديال المخده تقريبا هو هذا اللي غادي يكون هابط الماء ديالو باش نتراسي عليه. الطريقه ديال الخدمه ديالها هي الا شتيها من الاول كما قلت لكم في الاول ديال الحلقه، اذا انت شتيها من الاول غتقول راه سهله نصاوب هذه هي. وني فاش جيت خدمه الا خدمتها بالطريقه اللي فكرت بها ما غاديش تطلع طريقه واحده اللي كتطلع بها هي هذه، لانني انا جربت جميع الطرق وحتى وحده ما صدقت. دابا هاد الثوب هذا تنخليه هنا وافي، شوف بهذه الطريقه هذه تندفعو الفوق لان كندير حساب الكوردون اللي غادي يتني من لهنايا، وحتى لهاد الجنب تندفعو لهاد الجنب كما دفعت الفوق كما غندفع للجنب، يعني غنخلي واحد المسافه. ها نتوما شوفوا معايا باش تفهموا بحال هاد الطريقه هذه. غادي نخلي هاد السنتيمات من هنا تقريبا 3 سنتيم ولا 2 سنتيم ونص، ونفس العمليه من هنا الكوردون اللي غتاكل باش عاد يرجع ويجي بلاصتو. الا ما درتوش هاد الحساب ديال هاد الخدمه هذه اللي هنا وهنا، يعني فاش غتخدم غتجي ناقص، يعني المخده الا ما درتيش حسابه تقدر فاش تخيطو يجي قل هنا، غادي يجيك هنايا ما غتلقاش فين دوز الكوردون، وهذا هو المشكل باش ما طيحش فيه. حنا شنو غنديرو هنا؟ غادي نحاولو نبعدو عليه بهاد الطريقه هذه. غادي نشوف انا غادي نشوف القياس ديالي من البعد بهاد الطريقه، هنا صافي العبار ديالي ها هو تبتو. نتمنى تكونوا فهمتوا الفكره. شنو غادي ندير دابا؟ غادي نهز السيلو وضروري من هذه الخدمه هذه اللي غنوريكم انا، لان بلا بها ما يمكنش تخدموا، وغنتبع على التراساج. انتم من بعد غتكونوا فصلتوا القطع، استعملوا قطعه ديال الورق مقوى ولا كرتون، وما تحاولوش تراسيو بالسيلو لان هذه المخده هذه ديالي انا ما عنديش فيها مشكل. واني بالنسبه لكم انتم استعملوا الطباشير ولا لاكري اللي يتمسح دغيا، لان بعض المرات السيلو كيتصبن فاش كيجي يدوز في لا ماشينا لافي ولا يتصبن تيوقع فيه ما تيطلق المداد ديالو وتيخرج الطبيعه ديالو على برا. حنا غير باش نتفاداو هذا المشكل هذا. دابا انا هنا ما عنديش مشكل لان التوب ديالي، لان هذا غير شونتيو غنخدم معاكم، هذا الشيء باش انا استعملت السيلو. صافي هنا كملت، صافي هنا انتهيت. نعرف هنا شنو درت. هذا سالينا منه. غادي نجي للقطعه اللي قطعت الثانيه هنا، عندي التوب اللي درناه هو هذا، نقلب فين علمت بالسيلو نشوف واش غادي يبان لي. ها هو هنا بان لي البدايه كاينه من هنا. التراساج اللي زوقت هو هذا، هنا علمت فين جاني الراس، وغادي نحاول شوف هانتوما شوفوا معايا هانتوما الوجه ها هو حطيته ها هو هاك، غنقلبو لهاد الجهه وغادي نجي ونصاوب من هنايا ونمشي فوق السيلو اللي انا علمت ونقبط غير واحد نصف سنتيم نصف سنتيم ونمشي معاه ونتابع الخدمه ديالي شنو غندير. الطريقه راه سهله، وانا بالنسبه لي هاد التوب هذا هو هاد الموديل راه كيخدموه في توب واقف ماشي في توب عادي بحال هكا. انا التوب اللي خادم فيه راه توب موبرا بجوجهم موبرات وكيتيراو، يعني ما ساهلينش، ماشي تواب ساهلين زعما اللي غنقولوا راهم غادي يجوني ساهلين في الخدمه، راهم صعاب شويه في الخدمه ديالهم. وهكذا كنحاولوا نديروا مجهودنا. هنا انتهيت. ها نتوما الا شفتوا شحال قبضت، ما قبضتش بزاف يعني ما قبضتش كثير،
نص سنتيم اللي انا قبض ديالي الى رجعناه بهذه الطريقه. نتمنى تكون فهمتوا الفكره. هانتوما فاش ترجعوه تيرجع لنا مفيني، يعني البلاصه مفيني. دابا تيبقى لي الكوردون، انني نخدم الكوردون ديالي، نغلفو نشوف فين حطيت الكوردون. ها هي الكوردون اللي عندي، هي هذه اللي غنشتغل بها. نطلب من الله تكفينا في هذه المخده، هذه ما تبقاليش بزاف. هي هذه، حاولوا تاخذوا كوردون بالنسبه لهاد الموديلات هادو، حاولوا تاخذوا الكوردون اللي فيها سامبل، ما يكونوش فيها الخيوط هادو بحال هادي. حاولوا تاخذوا كوردون اللي تكون اوني، يعني غدا حاجه مزيانه. علاش؟ باش ما توقعوش في المشاكل هنا في الزواق. المهم هي باش تفاداو، انا تنقول لكم هادشي باش تفاداو. دابا غادي نجيو للتبطين. التبطين هو غنحشيو الكوردون هنا بين الثوب وبين الكوردون هنا، ونحاول ندير بحساب الخياطه اللي غدوز من هنا. يعني شوف انا فين درت الكوردون هنايا، ونبداو. ونمشي معاه غير دقه دقه، ما نزربش، باش نطيح الموديل ديالي انا في خاطري. هنا الراس، هانتوما كنوصل غير البلاصه الشوكه فين كاينه، وكندير الابره، وتنولي ندفع الكوردون باش تهبط، وما تعطيني لا ديفو لا حتى حاجه. وهذه هي الطريقه الصحيحه لهاد الخدمه هذه، لان جربت جميع الطرق. لانني واخا انا خياط هكا وكما تنقولوا ومعلم وهادي، ولكن كاين شي امور جيت لهذا الموديل هذا وحرفت لي فيه. يعني هنا انتهيت من الزواقه ديالي. خصني ندير نخلي بلاصه من دوز الكوردون هنا في هذا المكان. غادي نجر واحد شويه نخويها ونجبد باش نلقى فين ندوز الكوردون فاش كنت نخدم بحال اللي خليت هنا في هذا المكان هذا. دابا شنو بقى لي؟ بقى لي غير نخيط نجمعها بهذه الطريقة، نعطيها الفينيسيو ديالها. وما تنساوش راه كتخدم في ثوب واق ماشي في الموبرا، وانا اللي بغيت تعمدت نخدمها في الموبرا، لان هي ما كتخدمش في الموبرا، كتخدم اغلبيه ديال الموديلات اللي شفتهم فيها مخدومه في ثوب واقف، يعني ما مخدوماش في ثوب الموبرا. بقى لي هذا الجنب هذا هو، نحاول ندير له الكوردون حتى هو، نشوف الطرف فين هو. ها هو علاش الشراسي ما يعطينيش الطوع، لان غيمشي عوج. نستعمل معاه السيلو حتى هو، ومن الاحسن نستعملو الطباشير. تاو بنفس الطريقة، ناكل منه واحد السنتيم بالخياطة من هنا.
هذا غادي يكون سهل شويه في الخدمه، ماشي بحال الزواق الاول. نخلي بلاصه الكوردون فين نخيطو، لا بلاصه السنسله فين غتجيني السنسله. هاد الطريقه هادي هنا ساليت. نجبد الكوردون لواحد المسافة مزيان، ونقاد الخدمة ديالي كما النوب الأولى. دابا التوجيهة خدمناها، شنو بقى لنا دابا؟ غنبداو نجيو نخيطو المخدة ديالنا. المخدة ديالنا غنحتاجو سنسلة، السنسله هي هادي، ودائما كنستعمل الريوس غلاض، من الاحسن نستعملوا الريوس غلاض باش ما تخافوش، يعني باش السنسله تعيش شي مده طويله تدوز. دابا غادي نجي نركب السنسله ديالي، المهابط نتاكد حتى هنا المهابط حتى هنا، ونركب السنسله ديالي مخده عاديه. هادو هما نقادهم بالمقص، الطريقه ديال تركيب السنسله دائما تنفكركم راه درت عليها حلقه عندي في القناه، دخلوا للقناه شوفوا كيفاش درنا. بالنسبه شرحت فيها جميع الشروحات، ونفضل انكم اللي كان الانسان واحد مبتدئ من الاحسن يدخل يتفرج، يدخل يشاهد ديك الحلقه ديال السنسله، الطريقه ديال تركيب السنسله درت حلقه خاصه جميع الطرق اللي تركب بهم السنسله وكيفاش تركبوهم، يعني راه هضرت عليهم.
هنا انتهينا من السلسلة. باش كتجي مزيانة نحيد الزيادة اللي عندي ونقاد هذا المكان مقاد ديجوش قبالة بنقص باش ما يديرليش راه مقاد تقريبا هي هنا اللي خصني نقادو باش ما يديرليش العرقالة في الخدمة. دابا غادي نجي ندوز الكوردون ديالي كنحل هادو هما هاد الباندا هادي اللي عندي هنا درت فيها هكا طول متر وثمانين ديال السنتيم وفي العرض من هنا لهنا درت فيها ستة ديال السنتيم هي هادي انتبه لها ندير الكوردون ديالي هكا بهاد الطريقة هكا وتندير هادي هنا وتنطوي بهذه الطريقة هذه ونخدم خدمتي عادي نمشي معها هاد قدقة وهنا غادي هادو كنضرب هاد السنات هنا باش ما تجينيش عاطي القماقم باش نجيبها دايره لان كاين اللي كيديرها على الراس انا تنفضل نجيبها بهذه الطريقه هذه دايره نفس العمليه اللي درت ليه هي اللي غندير هنا في الراس هنا في الدوره نضرب واحد ثلاثه ضربات بالمقص بحال هكا هنا كنجي للخر الاخر كنقطع قبل كنجيبو معاه هاد الحرف الخياطه وتنطوي بهذه الطريقه هذه وراني شارح مخداد الكوردون كيفاش ديروا تخدموها راه كاينه في القناه حتى هي هضرت عليها ننصحكم تدخلوا تشوفوها باش تفهموا حتى الطريقه كيفاش كتخدم هنا غادي نجي نسد المخده ديالي بهذه الطريقه هذه ونحاول الى الخياطه كاينه هنايا كنحاول ندخل عليها شويه لهاد الجهه يعني تجيني هذه هي الخياطه انا غنخيط هنا ندخل نزيد نزير الكوردو باش تبان لي الكوردو مزيره بالشكل ديالها بهذه الطريقه هذه اللي كتبان لكم ها نتوما ودائما كنرجع للور ونتاكد ونشوف واش انا غادي هو هذاك ولا ما غاديش هو هذاك باش نعرف راسي شنو تندير شوف راه صعيب راه مو برا ديجيتال وراه صعيبه في الكوردون هذه الخدمه ديالها وكتجبد يعني راه كنحس بانني راني معدبان يعني راه ما ساهلاش واخدك وانت خصك تمشي معاها دقه دقه هنا تندور معاها
هنا شرفت على النهايه صافي المخده انتهيت منها الحمد لله. دابا غادي نقلبها تنخرج الريوز ديالها بهذه الطريقه ما كيجيوناش هنا لداخل كيجينا ساهل باش كيجي هذا معزول. تنبرك تنخرج حتى هاد الدورات هادو الخدمه ها نتوما كيفاش كتشوفوا يعني انا ما جبتش وما جريتش ها نتوما شوفوا معايا هاي قدامكم مباشره ما كاين لا تكماش لا حتى شي حاجه في الخدمه بالرغم من ان الثوب راه موبرا وصعيب شوفوا كي غادا الخدمه ديالو انتم نتمنى تكون كتبان لكم. هنا انا ما حكيت لا مع ماكينه لا حتى حاجه انتم كما كتشوفوا هنايا نعمر المخده وتشوفوا كيفاش جات الشكل هو هذا نعمرها ان شاء الله وتشوفوا كيفاش جات الشكل ديالها. الشكل النهائي هو هذا كما كتشوفوا هنا خدمناها بهذه الطريقه هذه لان من غير هذه الطريقه اللي استعملت ما غتجي حتى شي طريقه اخرى لان جربت جميع الطرق حتى وحده ما عطاتني من غير هذه الطريقه هذه. بزاف ديال الاخوات في الجزائر واخوان دراري يعني رجال ونساء طلبوا مني هاد الموديلات هادو تقريبا كاين شي 3 الموديلات ولا 4 حاولت نصاوب هذا اللي هو اسهل ومازال ان شاء الله الموديل الاخر. هاد الموديل كيتخدم غير في التوب واقف يعني هاد الموبرا ديجيتال ما غيصلحش فيها وما غاديش يجي فيها مزيان لان شوف انا هكا وخدمته ويعني ولقيت فيه معاناه يعني صعيب باش تطلعوا في هاد الموبرا هادي. من الاحسن يكون توب هاد التوب هذا يكون توب واقف باش ما يعطيكش هنا ديفويات وتجي حتى الخدمه مزيانه. الا كان الدرس يستاهل ما تنساوش لايك وما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك الا كنتوا اول مره غتشاهدوا هذه القناه وما تنساوش تفعلوا زر الجرس الا كنتوا اول مره تشوفوا وما تنساوش تبارطاجيو مع الناس. السلام عليكم ورحمه الله.